تتسابق العديد من الدول اليوم لتوسع أراضيها سواء بمحاولة تعديل حدودها البرية أو محاولة إيجاد برار جديدة من خلال تشييد الجزر الصناعية. ورغم أن عالمنا اليوم به أكثر من 250 جزيرة صناعية، إلا أن بعضاً من تلك الجزر يمكن وصفها بأنها خطأ فادح لا يمكن إصلاحه. في هذه الحلقة سنتعرف معكم على أكبر مشروع جزر صناعية لم يرى النور لغاية اليوم لسبب لم يتوقعه المهندسون. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ كيف تم بناء الجزر الصناعية؟ عادة ما تتشكل الجزر الطبيعية نتيجة لانفجارات بركانية عنيفة في قاع المحيط، وذلك ما تنتج عنه شقوق تتسرب منها الحمم البركانية وتتراكم مع مرور الوقت وصولا إلى السطح. بعد ذلك تنثر الطيور مختلف البذور أثناء تحليقها، مما يؤدي لظهور غطاء نباتي، وهي عملية قد تستغرق آلاف السنين. لكن البشر لا يمكنهم التحكم في ثوران البراكين، ولذلك فإنهم يعملون على تشييد الجزر الصناعية بطريقة مختلفة. منذ حوالي 5000 عام تقريباً بنى البشر الجزر الصناعية عن طريق التجديف بزوارقهم إلى وسط الماء وإلقاء الصخور هناك تدريجياً لتشكيل قاعدة تصل إلى السطح. كانت العملية مرهقة للغاية، كما أنها تستغرق عدة سنوات، لكن النتيجة كانت مذهلة، حيث إن تلك الجزر صمدت لآلاف السنين، ومن بينها الجزر التي تشكل اليوم أرخبيل سليمان. واليوم توصل البشر إلى تقنيات حديثة سمحت لهم بتدشين الجزر الصناعية بشكل أسرع. وبدلاً من استخدام الصخور، يتم اليوم استخدام الرمال في عملية التشييد. قد يبدو الأمر في البداية غير منطقي، تصمد لأكثر من 500 عام، في حين أن القلعة المبنية بالرمال تجرفها أي موجة ضعيفة. لكن الأمر مختلف عند الحديث عن الجزر الصناعية. لكن كم يمكن للجزر الصناعية الرملية أن تصمد؟ ستدهشكم قوة الرمل المضغوط. صندوق من الرمل بطول 0.85 متراً وعمق 30 سنتيمتراً يزن حوالي 408 كيلوغرامات، ذلك أقل قليلاً من نصف طن، وهذا الرقم يخص الرمل الجاف فقط. وإذا كان الرمل مشبعاً بالماء فإنه يصبح أثقل بكثير. وبما أن الجزر الصناعية ذات مساحة شاسعة فإن وزنها يصل إلى ملايين الأطنان. والآن لدينا سؤال آخر، كيف يتم نقل الرمال إلى نقطة محددة من المحيط؟ هنا يأتي دور سفن التجريف العملاقة، وهي أشبه بمكانس كهربائية مخصصة للعمل في المحيط، حيث تعتمد تلك السفن على أنابيب عملاقة لشفط أطنان من الرمال من قاع البحر وخلطها لتصبح مثل العجينة، ليتم إلقاؤها بعد ذلك في المنطقة التي يراد تشييد الجزيرة الصناعية فيها. ويتم عادة استهداف المناطق التي تحتوي في أعماقها على شعاب مرجانية تساعد على تثبيت الرمال التي يتم تكديسها. ومن بين أشهر سفن التجريف نجد سفينة تيانجين الصينية التي يمكنها نقل حوالي 4.5 مليون لتر من الرمال خلال ساعة واحدة فقط، وذلك يعادل حجم مسبحين أولمبيين. وبعد الانتهاء من تكديس الرمال يتم ضغطها بواسطة آلات الضغط الاهتزازي، ويتم بعد ذلك الحفر لصب الأساسات وتقوية القاعدة، وفي الأخير يتم وضع ملايين الأطنان من الصخور حول الجزيرة الرملية للحفاظ على تماسكها. تشييد جزيرة صناعية هو مشكلة وجدت الهندسة الحديثة حلاً لها، لكن ماذا عن إعمار تلك الجزيرة بالسكان؟ سنذهب إلى دبي مثلاً، إنها المدينة التي تطل على بحر جميل بشواطئ رملية رائعة، كما أنها واحدة من أجمل المدن في العالم. لكن المدينة مزدحمة وتقيم بها حوالي 3,300,000 نسمة، ذلك أقل بقليل من ثلث إجمالي سكان الإمارات العربية المتحدة. ومن أجل إيجاد مساحة إضافية للمدينة قررت السلطات سنة 2001 تشييد جزيرة صناعية، وهي جزيرة النخلة. وقد حصلت الجزيرة التي يصل قطرها إلى حوالي 5 كيلومترات على هذا الاسم بسبب تصميمها المشابه للنخلة، حيث يتكون التصميم من 17 سعفة محاطة بدائرة كبيرة لحماية الجزيرة من الأمواج القوية. أما تكلفة تشييدها فقد بلغت 12 مليار دولار. تم تشييد الجزيرة بالاعتماد على 118 مليار متر مكعب من الرمل والصخور، وهو حجم يكفي لملء ملعب بسعة 80,000 مقعد 40 مرة. تضم الجزيرة التي تشغل مساحة 558 هكتاراً العديد من المنازل الفاخرة التي تصل قيمة الواحد منها إلى 27 مليون دولار. أما أشهر بناية في الجزيرة فتتمثل في فندق أتلانتس الذي يمكن للسياح المكوث به للاستمتاع بذلك المكان الرائع. كما أن الجزيرة تحتوي على العديد من المتاجر الفاخرة التي تلبي كل احتياجات نزلائها الذين ينتمون غالباً للطبقة الثرية.
والجدير بالذكر هو أن هذه الجزيرة ليست الجزيرة الصناعية الوحيدة على ساحل دبي، حيث بدأت حكومة إمارة دبي مشروعها المتمثل في تشييد مجموعة من الجزر الصناعية على طول الساحل منذ عام 2001. لكن الجزيرة الوحيدة التي تم الانتهاء منها هي جزيرة نخلة جميرة، أما بقية الجزر فقد تحولت إلى مشاريع فاشلة منذ الأزمة المالية الشهيرة لعام 2008. فلقد سحب معظم المستثمرين أموالهم، ونتيجة لذلك فشل مشروع نخلة ديرة الذي كان من المفترض أن يكون حجمه يساوي 8 أضعاف حجم مشروع نخلة جميرة. كما انسحب المستثمرون أيضاً من مشروع نخلة جبل علي، وبذلك بقي المشروع مهملاً لمدة فاقت 10 سنوات. أما بقية المستثمرين فقد قرروا توجيه أموالهم نحو هدف واحد، وهو مشروع جزيرة العالم المتمثل في أرخبيل يتكون من 300 جزيرة صناعية تم ترتيبها ليكون مظهرها شبيهاً بخريطة العالم. عند ملاحظة صورة القمر الصناعي ستدركون أن مساحة جزيرة العالم أكبر بكثير من مساحة جزيرة جميرة. أما كمية الرمل المطلوبة لتشييد الجزيرة فهي أكثر من الضعف، يحتاج الأمر تقريباً 300 مليار متر مكعب من الرمل. وقد تم ترسيب الرمل في منطقة ضحلة يتراوح عمق البحر فيها ما بين 9 إلى 17 متراً. كما تم تشييد كل جزيرة لتكون متصلة بالجزر الأخرى في القاعدة التي يصل سمكها إلى 3 أمتار فقط، وذلك ما أدى لجعل الجزر منفصلة عن بعضها البعض في الأعلى. أما تكلفة المشروع فقد بلغت 14 مليار دولار. ورغم أن المشروع كان واعداً إلا أنه توقف عام 2008 أيضاً بسبب الأزمة المالية. تم الانتهاء من جزء واحد فقط من المشروع، وهو الجزء المعروف بقلب أوروبا. أما بقية المشروع فهو اليوم عبارة عن جزر قاحلة متناثرة وسط البحر، تكلفة الواحدة منها تصل إلى 1.8 مليار دولار. لكن لا أحد من أثرياء العالم يرغب باقتناء واحدة من تلك الجزر التي تبعد عن اليابسة بحوالي 4 كيلومترات. ورغم أن المهندسين القائمين عن المشروع قد تحدثوا عن الأمر مراراً وتكراراً قائلين بأن المشروع سيتم استئنافه قريباً، إلا أن ذلك لم يحدث لغاية اليوم. ما رأيكم أنتم؟ هل تعتقدون أن المشروع سيكتمل يوماً ما؟ أم أن أموال المستثمرين قد ضاعت من أجل تكديس الرمال وسط البحر؟ إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم. إذا كنت لا ترى إلا ما تثبته الحقائق، ولا تسمع إلا كل ما يقال، فأنت في الحقيقة لا ترى ولا تسمع. بلا شك هناك الكثير من الأحداث والقصص التي يسكنها الغموض ولا يوجد لها تفسير. هي أشياء استثنائية بأسرارها وعجائبها وحوادثها. بعضها تم تفسيره، ورغم ذلك أصبحت بتفاصيلها المعقدة مدعاة للدهشة والإثارة المسكونة بالغرابة والحيرة معا. إنها لعبة وغامضة، أسلاكها شائكة وأبعادها ضمن نطاق البحث والتحقق. قناة هل تعلم، حيث الغموض سر لم يفصح عنه لوقائع وأحداث وقصص مرعبة تفاصيلها متنوعة ومقيدة ضد مجهول. قم بالاشتراك الآن في قناة هل تعلم غموض، وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل غموض.